أسامة الدراجي، حسين الراقد، حسين الراقد، حسين الراقد، أريسون أفول، أريسون أفول جانج، وهدف نموذجي للترجي الرياضي التونسي. كرة انطلقت من وسط الميدان من أسامة الدراجي، حسين الراقد، أريسون أفول، الإمضاء لجوزيف يانيك جانج. واضح أنه الكرة انطلقت من وسط الميدان. شوفوا أسامة الدراجي من قبل وسط الميدان، حسين الراقد، الفيستا، التمهيد لأريسون أفول، والتواجد ممتاز بين المدافع والحارس للدولي الكاميروني جوزيف يانيك جانج. 3-1 للترجي، ومحاولة حسم التأهل منذ الشوط الأول لتشكيلة المدرب رود كرول. التمهيد من أريسون أفول الغاني للكاميروني جانج. واضح الانسجام، واضح أنه عملية